ام السيارات على اخت ام الطفر ما ايش عب بنزين من هذا ولك لدليانو هلا حموده هلا نانينو هذه مبروك لا لا تكون هاي لك جريت العزيزي هاي والله الف الف مبروك فاضي اجي احكي معك تفضل تعال يلا قول لي قول على السياره يا حبيب الله ناس تشتري السيارات وانا مش لاقي عب بنزين يا ريت الف مبروك على العروسه الله يبارك فيك حبيبي يا نضليانو على سيستم اخوي لا بس وصيت لك واحد احزر قديش حقه كم 1500 يا ساتر يا ساتر وصي لك على واحد زيه 1500 يا حبيب الله انا وصلت على واحد 1700 ليره بس ان شاء الله بده كمان اسبوع ويجي من ايطاليا ان شاء الله لك شو هذا الجن لساتك مركب الاصلي ولك حرام عليك اللي بتسويه في السياره ولك هبت عرضه مش هيك تخليها زيه انا وصلت على هيدروليك وصيت 1100 ليره كتيتهم ووصلت كمان على جنط بدي اغيرها ما راح اخليها هيك السياره هات وريني ايش في عندك شوف هذا موتور معدل 1300 كلب اللي لما تدعسه يعض الشارع صلاتك يا محمد بوليسي ولا بيتبول لا كم تيربو اوف مش عارف جنزير صدر فياته هاد ولا ايش لا هذا شطك تيك الموجود عليه يا سيد العزيز هذا ماتور ركبت عليه فلتر توباكو اوف صلاتك يا محمد زاد تقريبا السياره من حركه 2 3 بس يا سلام وان شاء الله راح اركب له تيربو وعد وعد يا حمود انا اخلي الاردن كلها تحكي في الفورتي ما شاء الله عليها مكيف فندق راح اركب تيربو باذن الله تعالى اخلي السياره دفع ثلاثي توقف في مكانها تحط بريك مع بنزين وكلاتش وتفرك ثلاثه يفركوا وواحد يزقف يلا يا سيدي معلم الله يطرح لك البرك في السيارة وانا بدي اروح بدك اي خدمة خلاص زي ما اتفقنا اسبوع جاي بنفض السيارتين انكسر امها هاي ام الديان يا ربي يا سيدي انت ما روحت؟ لا لسه ايش فيه؟ بدي كوابل اشتراك كوابل؟ على اساس سيارتك ماتور اضرب وطرة ماتور اضرب وطرة بس كنت انا جاي ادعس يا سيدي انا معاي كوابل بس الصراحة السيارة ما بتشتغل ليش؟ بيني وبينك فيش بنزين وانا صفون اني مقطوع بنزين زي حالاتي؟ ماكل خرا زي زيك هاي سرقة من اخوي يا حبيبي هاي اقساط